رحموا يوسع عليه هذاك الانسان الله يعمرها دار الله يشفيهم الحق. بغينا لهم الاعدام اخويا والله الا بغينا لهم الاعدام ديالها. صافينا هذاك الراجل الطيب الله يرحمه ويوسع عليه هادشي اختي اللي نقول لك الله يعاونك سيد الله يرحمه ويوسع عليه. فهاد النهار هذاك كان واحد الراجل اطيب الله الخلق الله يرحمه ويوسع عليه اللي كان. عاودنا التفاصيل شنو وقع دابا؟ والله اخويا ما كنتش هنايا في الحاجب اصلا ما كنتش هنا في هاد المدينه عاد سمعتها غير من واحد السيد وكان واحد مر هدار وش غادي نقول لكم الله يرحمه ويوسع عليه هادشي اللي كاين. باش كان معروف هو هنايا؟ كان معروف غيب عرفتي المهم كان راجل مزيان وكيتهلا في الناس الدراوش هنايا ومهم عرفتي كان واحد الانسان ما نساوش خير في الحقيقه الله كان تيتعامل مع الناس هنا في الحاجب وتيتعامل معنا اصلا حتى حنا يعني المساكن وهذيك. واش غادي نقول لكم اللي سمعنا هذا الخبر هذا حق الله الا بقى فينا سمعتوا احنا ما عندناش دابا هو ما اش غادي نقول شنو تيقولوا؟ تيقولوا قتلوه شي شفاره دخلوا عليه المهم شي المهم هادشي اللي تنسمع داك شي شفاره دخلوا عليه ضرب الثانيه هذا درس فريم وسمعتها ديال الهضره تيقولوا مرتو معاه كان صغيره طمعات ولا ما نعرف هادشي اللي داير مهم داير في الحاجب لا هو مهم الكرا انا والله ما عندي ما ندير. كيفاش كان كيتعامل اسلوب وطريقه التعامل تاع السيد اللي توفى؟ راه هو مزيان راه مراسه راه مراسه مسكين. وشنو الراي نتاعك في المجرم؟ ها المجرم ايوا مسكين الله يرحمه مسكين ما عندك ما عندك حاله خصو الاعدام الاعدام الحاج مسكين كان راجل مزيان خدمنا معاه انا خدمت معاه من 98 انا خدام معاه مع مزما الله يعمر راسها كيدير الخير بزاف تيدير اللي جا كيعطيه ومسكين ما كيحسبناش حنا خدامين معاه بحال ولادو تيتعامل معنا بحال ولادو وما عمر خسرنا شي حاجه وكيجي مسكين كيصلي في الوقت ديما كيكون في الوقت هنا هو اللي كيأذن وتيصلي بينا ومسكين كان جا خرج من مراشي يصلي الفجر جا باش يصلي الفجر مع الدراري هنا مع الفجر ومسكين ضربوه هذوك المجرمين اللي قتلوه ونطلب منه الله سبحانه وتعالى يتقبلوا من الشهداء. واحد الانسان اللي كان راه بحال الاب ديالنا كيتعامل معنا ماشي حنا خدامين كيتعامل معنا بحال ولادو كثر من ولادو تيقول لنا شوفوا انا راه ماشي تحسبونيش معلم باترون ديالكم ولا راه انا راه بحال ولادكم بحال الوالد ديالكم والحمد لله حنا خدامين كاملين هنا كنستافدوا من هادشي راه كاملين. والله يعمر راس هذاك السيد كان كيورينا بزاف د الحوايج انا بعدا كنهضر شخصيا كنهضر على راسي تعلمت منه بزاف د الحوايج تعلمت منه التوحيد تعلمت منه اخلاص الصدق كان كيصبر بزاف كيصبر بزاف كيقدر هو بحال الشمعه كيحرق راسو باش يضوي على واحد اخر. والله يعمر راس لها ما عمر زعما ما شنا منه شي حاجه والله يرحمه ويوسع عليه طلبوا الله سبحانه وتعالى يجعله من اهل الجنه ويتقبلوا من الشهداء وشكرا الله يجزيكم بخير. اسم ديالك؟ محمد الكنية محمد بوهتا. اجي قول لنا شي حاجه انت عين قول لنا شي حاجه. لله ما اعطى ولم خد. كان هذا السيد هذا راجل مزيان خدمنا معاه تقريبا 16 سنه كان راجل مزيان ومعروف عند العامه وصافي. الله يرحمه مسكين ويوسع. شكرا راك